السلام عليكم. شرحنا اليوم عن كيفية نشر فيديو بجودة عالية على تطبيق التيك توك. كل ما عليك فعله وهو تنزيل تطبيق فيفا كات هذا التطبيق، وبعدين إنشاء محتوى. نقوم باختيار أي فيديو، مثلا هذا الفيديو، وبعدين التالي. قبل البدء يا صديقي، نتأكد من أن أبعاد الفيديو مناسبة إلى التيك توك بالضغط على تحرير، وبنسحب الشريط وصولا إلى قص، وبنختار أبعاد 16 إلى 9، وبعدين تأكيد. ولرفع جودة الفيديو إلى أعلى جودة نقوم بالضغط على تصدير. والآن نقوم باختيار أعلى جودة للفيديو والأفضل 4K بيتا، وبعد اختيار هذه الدقة ننتظر داخل التطبيق حتى يقوم بتصدير الفيديو. وبعد الانتهاء من ذلك تتوجه إلى تطبيق التيك توك، وبنروح على إنشاء فيديو، ونقوم باختيار الفيديو من داخل الفيديوهات المحملة، وبنعمل نشر. كان هذا شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك بالقناة، دعما لنا لنشر المزيد من الشروحات.